بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم في برنامج أحكام القرآن الكريم، وقد تقدم في الحلقات السابقة الكلام على قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا. وقد استنبطنا من هذه الآيات ما تيسر من الأحكام، وانتهى بنا ذلك إلى هذه الحلقة. فنقول يؤخذ من هذه الآيات أيضا أن الكفار والمنافقين يتطيرون بالرسل، يعني يتشاءمون بهم، بقوله تعالى: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بسببك، كما تطير قوم فرعون بموسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وكما تطيرت ثمود بنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، قالوا لصالح عليه السلام: إنا تطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكما تطير أصحاب ياسين بالرسل لما جاءتهم الرسل، قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وكما تطير هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم: تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي بسببك، جاءتنا بسببك. وهكذا منهج الكفار واحد، بدل أن يتبعوا الرسل ويؤمنوا بهم يتطيرون بهم، مع أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم مصدر الخير، وبسبب أتباعهم تحل البركات في الأرض، ولكن هؤلاء لمرض عقولهم يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا، مع أنهم هم السبب فيما يحصل في الأرض من شر. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فإنما المصائب والكوارث إنما تحصل بسبب الكفار والمنافقين، بسبب ذنوبهم وكفرهم، لكنهم يقلبون الحقائق. واليوم ما أشبه الليلة بالبارحة، فالمنافقي هذا اليوم وزنادقة هذا اليوم يتهمون المسلمين ويتهمون شريعة الإسلام بأنها هي السبب في تأخر المسلمين، وهي السبب فيما يصيب المسلمين، ولو أنهم تحرروا منها ولحقوا بركب الغرب لتقدموا، إلى آخر ما يقولون. فشبكة الكفار واحدة من قديم الزمان وحديثه. ويؤخذ من هذه الآيات أن الخير والشر يحصلان بقضاء الله وقدره، قل كل من عند الله، فلا يجري في هذا الكون من خير أو شر إلا بإرادة الله ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، فالخير يجري بفضله وإحسانه، والشر يجري بعدله وقضائه على من يستحقه عقوبة له.
فهذا هو، ولهذا قال قل كل من عند الله، من ناحية التقدير والقضاء هو من عند الله، ومن ناحية السبب فهو من عند الخلق، فما يصيبهم من سيئة فبما كسبت أيديهم، كما قال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كما يؤخذ من هذه الآيات ذم من لم يفقه في دين الله ويتعلم العقيدة الصحيحة، ولذلك قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالذي حملهم على ما قالوا من التطير برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنهم لا يفقهون القرآن والسنة، فهذا هو الذي حملهم، فدل على أن الجهل بالعقيدة يوقع في مثل هذه الأمور المخلة بالتوحيد، وهي التطير والتشاؤم ونسبة الأشياء إلى غير الله سبحانه وتعالى من حيث القضاء والقدر. فهذه الآية فيها إثبات القضاء والقدر، وأن كل ما يجري في هذا الكون فهو بإرادة الله ومشيئته، لا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته، وذلك لحكمة منه سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أن الحسنات، وهي ما يجري، المراد بالحسنات هنا ما يجري من سعة الأرزاق وإخصاب الأرض بالنبات ونزول المطر والبركات في الثمار، أن هذا محض فضل الله عز وجل، ما أصابك من حسنة فمن الله، أي بفضله وإحسانه. وأما المصائب فقد قدرها الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوب العباد، فهي من الله قضاء وقدرا، ومن العباد كسبا وعملا. ولهذا قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت السبب فيها، حيث إنك عصيت الله سبحانه وتعالى وخالفت أمره، فالله يجري ما يجري من المصائب في الأرض ونقص الثمار وغور المياه وشح الأرزاق بسبب ذنوب عباده. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويؤخذ من هذه الآيات عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وذلك في قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، فهو رسول الله إلى الناس كافة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما من قبله من الرسل فيبعثون إلى أممهم خاصة، أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عمت رسالته الثقلين الجن والإنس. ويؤخذ من هذه الآيات الدليل على رسالة الرسول، من دلائل إثبات النبوة شهادة الله له بذلك، تأييده له، وكفى بالله شهيدا. فلو كنت مدعيا للنبوة ومدعيا للرسالة فإن الله سبحانه وتعالى سينتقم منك كما انتقم من المتنبئين الكذبة. أما أن الله يعينك ويسددك وينصرك ويوحي إليك فهذا دليل على أنك رسوله، وهذه شهادة من الله جل وعلا لنبيه بالرسالة. وفي ضمن ذلك الرد على المتنبئين الكذبة، فإن الله كذبهم ولم يؤيدهم وانقطعت آثارهم، أما هذا الرسول فاستمر أثره إلى أن تقوم الساعة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.